مرحبا، اسمي سارة وأنا أعمل كصحفية وناشطة. كنت أتطلع منذ فترة إلى تعلم بعض المهارات الجديدة لتوسيع تأثير نشاطي وتوسيع نطاق جمهوري، وقد علمت بموقع Advocacy Assembly عن طريق صديق. يحتوي الموقع على دورات مجانية للصحفيين والناشطين من المنظمات الدولية المتخصصة وبثلاث لغات، هي الإنجليزية والعربية والفارسية، وتستخدم دروس الفيديو والصوت والعروض التقديمية. يرتكز عمل Advocacy Assembly على التعلم الذاتي، ويمكنك اتباع دوراتك في الوقت المناسب لك. اختر من بين مواضيع من قبيل بيانات كسب التأييد والتصميم والصحافة والأمن الرقمي وغيرها. الأمر في غاية السهولة. سجل أولاً عبر الصفحة الرئيسية وأكد عنوان بريدك الإلكتروني، ثم اختر الدورة التي تهمك من علامات التبويب الدورات. شاهد الدرس التقديمي الأول ثم انقر فوق تسجيل وستكون جاهزاً للبدء في دورتك التدريبية. ثمة روابط للكثير من الموارد المفيدة واختبارات لتقييمك في مواضيع الدرس. تتواجد الدورات المكتملة في صفحة دوراتي، حيث يمكنك عرض وتحميل شهادتك الفريدة المصدق عليها من قبل مقدم الدورة. تمنح Advocacy Assembly الحرية للناس في تعلم ما يريدون وعندما يريدون. حان الوقت للبدء.